احلى الشباب متابعين بابلون بويز حبايبي، مره ثانيه من دبي ومن منتجع القصر في مدينه الجميره. نحييكم فلوق جديد ونشوف الوضع شلون راح يكون وياه. We actually are allowed to also work. We don't need the permit anymore. Yeah, and exactly. It's actually things are better for us. So Louisa هي من روما. Let me speak in my Louisa هي من رومانيا، تشتغل هنا بالريسبشن مال القصر هوتيل. قاعد تحكي لي شلون كانت في رومانيا وشلون تقدر تشتغل اوروبا وتقدر شلون تطور نفسها وشلون تصير افضل. Yes. So yeah, okay. So how long have you been here? 7 months. She's fresh here. She's a fresh. حبيبنا هنا سوري ايضا اشتغل بالقصر. حبايب قلبي شلونك؟ شلون سوريا؟ على راسي دوم ان شاء الله. هلا هلا والله هلا. شلونك؟ شلون اخبارك؟ عزيزتنا اروى ساعدتنا البارحه وضيفتنا وعلى راسنا، وعزيزتنا هي من تونس وكل اهل تونس على راسنا. الله يخليك. الله يخليك. روعه. بالبدايه احب ان اشكر كل المتابعين وكل المشتركين، بجهودكم قدرنا ان نكسر حاجز 5000 مشترك، وان شاء الله احنا كلش قريبين على 6000. التقرير هذا يا شباب يسلط الضوء على منتجع موجود في قلب مدينة دبي، ايضا فندقين اساسيين، فندق دار السلام وفندق القصر، وايضا يتمتع بموقع المميز اللي هو قرب اشهر فندق موجود في الامارات اللي هو فندق برج العرب. الجميل بهذا الموضوع انهم مصممين هذا المنتجع اخذوا فكرة تصميم هذا المنتجع من مدينة البصرة، تحديدا منطقة أبو الخصيب. منطقة أبو الخصيب تتمتع بالنخل الكثيف، وكذلك بها نهر موجود بها، وأيضا أهم شيء يستخدمون الأبلام للتواصل والتنقل من منطقة إلى منطقة أخرى. أوكي لقينا بلم. رحنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رح ناخذ تور. أوكي ما قدرت أصور الصبح، أخذتني نومة. المهم صارت الدنيا الظهر، قاعد الجوايتي شوي يعني الظهر همين. اوكي تقريبا الساعة بالوحدة هسه الظهر، يعني المنظر هنا هيك احلى. قاعد تشوفون التصميم مال هذا المنتجع بالضبط عايشك باحد المدن العراقية 100%. المي ايضا هنا أنا كلش واضح ونظيف. هذا سوق المدينة او سوق المنتجع، هسه اشوفكم اياه من الداخل كلش حلو. صباح بالليل من جينا من هنا كانت الدنيا كلها معزلة ما عدا هذا البارة والملهى. راح يفرق هسه هنا هو، لكن احنا اللي داخلين هسه تور ما نريد نفرق. وصل هذولا راح يكمل رحلته ويانا. منظر حلو البرج العرب من هنا مبين واضح. يمكن راح نوصل نفس النقطة اللي وصلناها الباحة بالليل، هي أقرب نقطة لبرج العرب. طبعا هذا المكان هو بي فيلل وبي شقق وبي اجنحه الحقيقه، وقلت لكم اكو اجنحه ملكيه، اكو اجنحه رئاسيه، اكو اجنحه دبلوماسيه، واكو شقق عاديه، بس هي كلها واحد اروع من الثاني. منظر حلو البرج العرب هنا. هذا السمك شوف واضح كلش. هذا السمك احلى شيء تفتح ريقك بقهوه. تلحقها واحده ثانيه اكيد. بعد صورت بالليل كلش هوايه، المي ما كان واضح، اليوم المي شويه اوضح. هذا النهر اللي قلت لكم عليه البارحه بالليل، من انا صعدت هاي البوتس او الابلام اللي توقف هنا. طبعا انت ما تقدر توصل للمدينه او للسوق مالت مدينه الجميره هذاك اذا مو تروح بالبلم او تطلع الشارع العام. طبعا ما حد يفضل يطلع الشارع العام بسبب انه لازم يجيبوا لك سيارتك، سيارتك طابقه بالبارك فاليو، يعني بروسس والدنيا حاره وتقعد تنتظر طب جو. لكن يعني هذه اسهل طريقه، تصعد هنا بالبلم يذبك بالسوق مال مدينه الجميره. اقدر اوديكم على السوق هذا اشوفكم اياه شلون شكله. البارحه براق هنا ما احكي لكم السوق، ما قدرت اصور، يعني ما خلوني اصور لان هواي ناس تسبح كانت، بس ما احكي لكم. قال لهم اريد كوكتيل، طلع كوكتيل حاطينه ب 5 سبيريتس ليكيور. شرب هو ما يشرب. وتعال شوف ايش صار به هنا، انقلب علينا، انقلب علينا طنطل. وليه سووا فوق بالغرفه نايم؟ سوينا لهم مشكله البارحه، لانه ما المفروض يقولون لنا. يعني احنا كوكتيل احنا نعرفه كوكتيل عصير، بس ما تحطوا له بخمس انواع من الكحول
وهو مش ما يشرب قبل، هو بدا يشرب شويه شويه، ما شاف نفسه الا فقد باول شفطتين، ثالث شفطه شو كان يقول عيوني من الحار قامت تقلب. ولك ايش تقلب؟ فلما سالنا بعدين لما بدا تصرفات براق تتغير وبدا يضحك زايد ولسانه راسا الدندل وعيونه انقلبن ويقول ليش وليش ما دشيني. عرفنا الموضوع بأنه راح تسألك كان يقول ايه هذا الكوكتيل بي 5 سبيرت، يعني خمس انواع كحول وهو ما يشرب. المهم سويناها مشكله البارحه. طبعا راح تسالون انه وش عجب ماكو كل حد اثناء ما قاعد اصور انا. الشيء النقطه الاساسيه اللي تتفاداها اثناء تواجدك بالامارات وخصوصا في دبي هو عدم التصوير، وخصوصا المواطنين. ما تصدق ولا تتخيل ايش قد ينزعجون من هذا التصرف، من هاي الحاله. لهذا السبب انا هسه الساعه تقريبا من 4 الصبح قاعد اصور على مود اتفادى ان اطفي اشكالات ويا المواطنين او النزلاء. فلهذا ما تشوفون شيء، بس انا ما يهمني النزلاء ولا يهمني المواطنين، انا اللي يهمني قاعد اصور المكان وبدي اسوي لي تقرير على هذا المكان الحلو. بعد النزله يا الله بعد الظلمه. Alright, so this is the driver. This is the guy. What's your name? Hello. Hi. My name is Tiwari. 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 Yeah. Okay, so Tiwari راح ياخذني بجوله بالمدينه لانه سمعت بان السوق معزل. Which boat we will take? This one. Number 40. راح ناخذ هذا البلم. والله بلم حلو. يذكرني بشط البصره بالله. نفس البلام عينته. Alright. هذا المكان اللي انا ساكن به. واحد من هاي الاجنحه. مطعم تايلندي ايضا ماكو احد. الساعه 4 اكيد ماكو احد لا يتعشى ولا يتريق. هذاك برج العرب لقطه كلش حلوه. برج العرب ظاهر هنا مثل ما قاعد تشوفون النبوله مالته. هذا يا جسر سنك. هذه فيلل اسمها دار المصب، هذا المنطقه مالتها. وبالمناسبه انت ما تقدر تروح بالسياره ولا مشي، لازم تركب بوت اني نقلك من الريسبشن الى البيت مالتك. مسبح يا هنا انا موجود، هذا مسبح مال فيلا مو الرئيسي، المسبح الرئيسي ما احكي لكم يجنن. هذا مطعم ايطالي ما يعرف اسمه قال لي المطعم الايطالي. سوق هذا سوق مدينه الجميره، فالشيء كلش حلو طبعا جو. يا ترى والله كل ناس هنا لسه. هذا بار، ذيس از بار رايت؟ اي بار، اكو ناس هناك. هو هذا البار المكان الوحيد اللي تلقى به بشر. بار ريستورنت شوب. هذا سوق مدينه الجميره، هاي اللقطه هنا أنا من البلم. من جوا طبعا السوق كلش كلش حلو، لكن ما راح اقدر اصور جوا لان ماكو احد اصلا معزل. ايضا ان شاء الله بكيت باكر الصبح. هذا الجسر العباسي اللي موجود بزاخو عينه يشبه هذا، ذكر وانا صغير شفته، وايضا عابر من فوقه وسابح جواه ايضا. هذا برج العرب بدا يظهر عندنا برج العرب السنانه. لقطه رائعه رائعه رائعه، كلش كلش حلوه. شوفوا شلون حلو. واحلى شيء هاي الهاله اللي تشوفوها على البرج، يعني لقطه صدق 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 تخبل. ما اريد اطب زوم، خلونا اي هالشكل، بدنا نشتغل وايد انجل. وابو البوت راح يتقرب هناك عليها كلش هوايه. الله الله بقى الالوان مال برج العرب شلون تتغير. الالوان مال برج العرب. هذا ذاك المنتجع وهذا المسبح. شوفوا بقى المسبح شكوره هناك يبدي يفتر ويروح لهناك. يعني انا تقريبا شايف هذا اكبر مسبح بحياتي. هذا برج العرب يا ولد ما تشوفون. شوف التوهج والهاله اللي موجوده عليه. المنظر اكيد اكيد كلكم ايدين بانه التصوير بالليل لبرج العرب هو هوايه احلى من الصبح. برج العرب طبعا مثل ما تشوفون مهبط الطائرات اللي هو هذا مهبط الطائرات، هي واضح كلش. واذا انكم ملعب مال تنس هنا. هذا المطعم اسمه المنتهى. هذا المطعم كلش حلو. يقول لك اللي يصمم هذا البرج، اذا انت تجي من البحر يعني على المدينة دبي، اذا انت جاي اصلا من البحر المدينة دبي وتشوف هذا البرج راح تشوفه على شكل صليب. فعلا هذا الكلام صحيح. لهذا بالسعودية قبل كانت الأرقام مالت السيارات دبي حاطين بصفة صورة البرج العرب. لهذا منعت السعودية دخول أي سيارة إماراتية عليها صورة برج العرب. أوكي للريوق صباح الخير أحلى شباب من بابلون بويز. شلونكم حبايبي متابعينا من كل العالم. Morning. Morning.
هذا غرامي عجبان. هاي شكلها شهيد. باف لا بس فول ما اعرف شنو فاصوليا بيكن شنو هذا يا الله القمح المسلوق سوتية شنو يعني ما اعرف احبه لا وهذا الاومليت فخنسينا اومليت ها شنو باش شلون يسلقون البيض جراز هذا من خطر واحد يمد صبعه جوا سمبوسه الله شوف اكو ناس تريك سمج هذا اسمه سلمون اسمه سلمون هاي مش غلطي هاي كان اي جيت اومليت بليز جود ثانك يو كان اي جيت اومليت Yeah, sure sir, no problem. Please. Onion, tomato, mushroom, sir, yeah? Yes, and that is bacon or what? Bacon, ham, ham. You want ham? Ham? Ham, yeah. Turkey ham, sir. Halal, halal. Halal. Halal here. Yeah. Like? Okay, a little bit, please. Spicy, yeah? Yes. Chili, chili. Yes. Yeah. Thank you. Enjoy your breakfast. Thanks. Mushroom, little bit, قطعة واحدة مش كافي, رص البيكن. قطعتين كلش كافي وما ذياب احنا لقيتك شو نسوي بهارات ايش محطين اوكي شباب صار وقت الرحيل لازم اغادر الفندق الحق عندي شغل في دبي اكمله واروح لمكان ثاني باي باي هذا المنظر الحلو برج العرب جود غرفتي العربيه منتجع القصر جود باي باي غرفه 525 شوف مره ثانيه